السلام عليكم، انا شكرا وهعمل معكم النهارده الرموش. هنبتدي على بركه الله الشغل. عندنا 100 جرام زبده، 25 جرام سكر، 5 جرام بيكنج باودر، و25 جرام سميد، دقيق سميد، وبيضه واحده صغيره، ورشه ملح موجوده في البولاهيت. هاخد الزبده، 100 جرام زبده، مع 25 جرام سكر، وأقلبهم في بعض كويس، أدعكهم لحد ما لون الزبدة يبقى أبيض، لحد ما الزبدة تبيض خالص وتبقى هشة. أقلبهم كويس لحد ما لون الزبدة يبقى أبيض وهش. ودي مرحلة مهمة جدا في العجائن، بالذات العجين اللي هي ما فيش فيها ميه، العجين اللي هي بتاعت البسكوت والبطفور والحاجات دي. وعندنا بيضه واحده، بيضه صغيره مش كبيره، بيضه صغيره. بعد ما الزبده بيضت وبقت هشه، حطيت عليها البيضه وهقلب كويس. بعد كده عندي الدقيق سميد، 25 جرام، حطيتهم على البيض والزبدة والسكر وقلبتهم كويس، قلبتهم كويس اهو. عندي بعد كده 185 جرام دقيق، وعندي 5 جرام بيكنج باودر، حطيتهم على بعض فوق العجينة، وهبدأ اقلب لحد ما العجينة تخش بعضها خالص بالمعلقة. وبعدين بعد كده هشتري المعلقة وهعجن بإيدي، لأن العجينة بتبدأ تشد. الرموش ده من أنواع الشرقي الجميلة أوي اللي كلكم بتحبوها. أرش رش بعد ما عجنت، رشيت رش دقيق صغيرة أوي عشان ألم العجينة بس أطلعها من البولة، لأن هي بتبقى طرية. وبعد كده هتخش التلاجة، لأن ضرب الزبدة بيسيح العجينة اللي احنا ضربناها في الأول. أهيت العجينة، أهيت لما بس طرية، دخلها التلاجة 10 دقايق كده بس تشد نفسها، وهبدأ الشغل بيه. طلعت من التلاجة اهيت، هدعكها دعكتين لأن ممكن التلاجة تكون خرزتها، يعني عملت وش ناشف ليها. دعكتين كده خفاف خالص أدخلها في بعضها، وأنا من كات أي حاجة نشفت من التلاجة، وهبدأ أشتغل بيها. هاخد حتة ألفها بإيدي كده زي الأسطوانة أهوت. وعندي الصاج بتاعي، لازم الصاج يكون نضيف، لو الصاج مش نضيف تفرش ورق زبدة لأنك هتسقي الشربات على الصاج. هاخد حتة صغيرة خالص أدورها في إيدي، وبكلوة إيدي بزقها لقدام، فبتطلع زي الرمش بتاع الست، هي اسمها رموش الست أهي، حتة صغيرة بكورها في بطن ايدي وبزقها بكلوة ايدي لقدام بالراحة، فبتلف معايا وتبقى بالشكل ده. او ممكن تعملها كور بس على طول لو ايدك مش هتعرف تجيب الشكل اللي انا بعمله ده. بعد ما لفتهم خلاص، عندي صفار بيضة على معلقة مية او لبن، وهلمع الرموش بالراحة كده. وبعد ما خلصت التلميع هجيب السكينة وهعلم في واحدة فيهم 3 علامات كده كنوع جمالي، يعني شكل جمالي للموضوع. وبعد كده هتخش الفرن على درجة حرارة 170، ونشوف شكلها هيبقى ايه. طلعت اهيت، استوت، هي سخنة والشربات بتاعها سخن، الشربات بتاعها تقيل مش خفيف، وهسقي الشربات بيغلي وهي سخنة لسه خارجة من الفرن، وهسقي الرموش بالشربات. طبعا في سنة فانيليا موجودة في الشربات، الشربات زي ما انتوا شايفين اهو، لا تقيل ولا خفيف، لا هو بتاع البسبوسة ولا بتاع الكنافة، اقل من بتاع الكنافة سنة صغيرة اهو. هي بتشرب كتير على فكرة اهي، وهسيبها تشرب براحتها خالص، هزة صغيرة كده بس عايمة في الشربات اهي، وهسيبها تشرب براحتها. بعد كده طلعتها من الشربات
ورا الست اديكم شايفينها اهيت، بتكسر الواحدة بتلاقيها شاربة من جوه، انت ما بتشيلهاش من الشربات غير اما تلاقيها شاربة من جوه وطرية اهيت، شكلها جميل وطعمها احلى، جربوها تعجبكم اوي ان شاء الله. شايفين شكلها؟ اذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واعملوا لنا لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.